ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعني هي سلسلة ثلاث تمارين، لاحظ هذا التمرين الآخر. شنو الهدف من هذا التمرين؟ الهدف الرئيسي، شنو الهدف الثاني؟ هل هذا التمرين ارتباط بذاك التمرين؟ نشوف التمرين بدون كلام، لأن شرح التمرين راح يكون عليك. كنت أفكر يوم الجمعة بالليل أحسن هواية أن تحلل التمرين. الآن تركيزي راح يكون على تحليل التمرين. مهم أن ننتقل إلى مرحلة تسمى تحليل التمرين. أنا هدفي أن أصل بالمدرب العربي إلى مستوى يفوق مستوى الدورات التدريبية التي تقام لها، وأعطي مادة جيدة. طبعا دورات تدريبية جيدة، لكن إذا كان هناك باب آخر مفتوح للتطوير، لما لا؟ ثم إذا كان هناك شانس أو فرصة لمن لا يشتركون في الدورات التدريبية بأن يشتركون في هذا الموضوع، فهذا جيد للجميع، جيد وممتاز يعني للجميع. فإحنا نريد نفكر بالتطوير أكثر ما نفكر بعرض العضلات. التطوير لمساعدة الناس، لازم نساعده. فخلي نشوف التمرين، نحطه بالبطيء ونحطه بالسريع، وخلي ما أتكلم عنه، يعني خلي التمرين أو الكليب هو اللي يتكلم. شوف، أنا الآن تجيني رسائل وردود على الفعالية الأولى، وأريد ردود على الفعالية الثانية. شنو هذا التمرين؟ طبعا بسيط، هو شوف نفس التمرين السابق، لأنه وضعنا بالدائرة لاعبين دول، كل لاعب يلعب مع الفريق اللي يخصه بنفس الطريقة السابقة. لكن لاحظ، هل اللاعب سبع المدافع يعمل شيء؟ لا يعمل شيء. لاحظ اللاعب سبع المهاجم ماذا فعل؟ لا. الآن اللاعب الفعال هو ثلاثة بالدائرة. لاحظ ثلاثة لما يلعب الكرة ماذا يفعل؟ لاحظ 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 ثلاثة وستة. أوكي، الآن الثيمة مفهومة جدا جدا بالنسبة للمدربين المتقدمين، بالنسبة للمدربين الشباب يراد لهم وقت حتى يلاحظون ما يحدث. ما أريد أشرح لعبتي هذه. وإذا قطع الأزرق الكرة، لاحظ من اللي متحرك، من الثابت، يعني هل يحتاج إلى شرح؟ ما يحتاج. لكن هاي من التمارين المهمة، استخدموها بكثرة مع اللاعبين على كافة المستويات. لاحظ، أنا أريدك بس تلاحظ إيش المتغير الجديد اللي صار بالفعالية فيما لو قارنته بالفعالية أو بالكليب السابق. متغير جديد صار مهم، غير من مفهوم هدف التمرين الرئيسي، يعني أضاف لعنوان جديد آخر. فإذا أنت عرفت الهدف الرئيسي من التمرين الأول، راح تعرف الهدف الرئيسي من التمرين الثاني. والشكل بسيط جدا واللعب رائع جدا. واحد يسأل يقول كم هاي المسافة حول منطقة حول دائرة؟ 40 × 40 خلية. عندك كبار وتريد تطور اللعب مساحات واسعة، كبر المسافة 40 × 50، المسافة تحت تصرفك أنت طبقا لهدف التمرين. أي واحد عرف هدف التمرين الأول راح يقول نحتاج إلى مساحة كبيرة، لأن المساحة الكبيرة مرتبطة بهدف هذا التمرين. إن شاء الله ألقي ردود جيدة. لكن لاحظ الآن، أنا أريدك تلاحظ الآن اللاعب الثاني ماذا فعل، ثم ماذا حدث في الدائرة. لاحظ، تمرين جيد، تمرين ممتاز، تمرين طيب. الدورات التدريبية هي طيب بي. هذا ما موجود، يعني أنا ما أخذه من موقع، يعني أنا أسس للتمرين حتى أطور بي ذهنية اللاعبين. الآن أنا ضفت للتمرين، تقدمت بالتمرين، سويت بي تحدي أكبر للتمرين. فإذا إحنا خلينا لاعبين ساندين هنا داخل الدائرة، واللاعب الساند اللي يلعب
يكون موفبل متحرك اللعز، الثاني يسموه بالانجليزي فروزن جامد. يستمر التمرين هكذا، يستمر التمرين هكذا، لكن لو ردت هذه ملاحظة، أطور التمرين أخلي اللاعبين واحد ضد واحد، ما في واحد فروزن واحد موفبل، يصير اللعب واحد ضد واحد في منطقة وفي دائرة الوسط، ويستمر التمرين على شكل هذا. تطوير آخر يمكن أن نسويه، لكن إحنا خلينا نرجع للفيلم مالنا. أنا أعطيتك ثلاثة أربعة جواب، أنت جاوب يفكر شوية. جميل الإنسان يفكر، الذي يفكر يحترم الدماغ اللي أعطاه إياه رب العالمين، الذي لا يفكر يعزل الدماغ عن جسده فيصبح بين قوسين، ما أعرف أقول يعني عيب أشبه يعني ما أقدر أقول، الذي يعزل الدماغ عن حياته آسف يصعب علي أن أقول كلمة ثقيلة. نرجع نطور إحنا ونستلم آراء ونستلم ردود ونستلم، بعض الأحيان الناس تزعل علينا، بعض الأحيان الناس ما تقبل علينا، لكن هو هذا العطاء اللي أتكلم عنه. نشوف شوية زيادة السرعة، خلينا نسوي 4 فريم، أنا يعجبني 4 فريم بالسكند، ونشوف التمرين بالبداية. شوف أسعنا، أنا أريد المدرب يكون نبه دا عقلية، يعني هاي ثالث مناول، شوف تلعب للسامد، شوف السامد يلعب يطلع يدخل ثلاثة، أنا دا أشرح تمرين هذا، 7 رجعات للكرة، يلعب للسامد يلعب برا يطلع يدخل مكان واحد، ممتاز ممتاز. إذن أضفنا للهدف الكليب السابق هدف جديد، هاي تمارين مهمة أخوان، أعطوها أعطوها. وقلت لك ممكن أن تلعب واحد ضد واحد داخل الدائرة، وممكن أن تلعب 2 ضد 2 داخل الدائرة، وممكن راح أشوفك بالكليب 2 ضد 2 كل ما ينجحون الاثنين بلعب الكرة خارج الدائرة يطلعون أوت ويرجعون مكانهم اللاعبين ساحفين، فيصير تبادل مراكز بالنسبة للفريق المهاجم. شوف في أضفنا عناوين تدريبية الآن إلى التمرين، يعني أنا الآن بكلامي سويت 4 فعاليات بدون أن أرسمها بدون أن أحركها، كتلعب 2 ضد 2 أول مرة لك تلعب 1 ضد 1 حي فعالين اثنينهم داخل الدائرة وبي تبادل مراكز، يعني المهاجم لما ينجح بالواحد ضد واحد يلعب الكرة برا يطلع برا يدخل واحد آخر، بينما المدافع يبقى داخل الدائرة. تمارين مهمة، تمارين ممتازة، يمكن أن تلعب 8 ضد 8 و2 داخل الدائرة أو 4 داخل الدائرة، يصير 10 ضد 10، يصير تمرين ممتاز ومحترف. ممكن أن تضع هدفين وحراس مرمى على قوسي الجزاء وتلعب 8 ضد 8 و2 ضد 2 وتضع شرط في هذا التمرين ينتهي بالتصويب على أحد المرميين، أو احتراف كامل. هاي تمارين تطور اللاعبين المحترفين، تطورهم جدا جدا، تطور عقليتهم وتطور ذهنيتهم. فإن شاء الله يكون التمرين واضح، إن شاء الله عندك أسئلة وعندك أجوبة، اسأل تحصل على جواب من المشاركين على صفحتي لتطوير الفكر التدريبي للمدربين العرب دكتور مفتي. شكرا جزيلا، وجمعة مباركة إن شاء الله.